صباح الخير سلمى. يسعد صباحك نور. يسعد صباحك وصباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحلة صباحية جديدة على شاشة الإخبارية، فيها محطات عديدة ومنوعة من دمشق وأكيد من المحافظات السورية. نتمنى هالنهار يا رب يحمل الخير والبركة وراحة البال والانفراج على كل الناس يا رب. أكيد نور، بدنا نقول صباح الخير كمان، صباح التوفيق للبكالوريا يلي اليوم بلشوا امتحاناتهم. إن شاء الله يا رب تكون هالامتحانات سهلة عليهم إن شاء الله. وإن شاء الله يقدروا طبعا ينجزوا، ما تخافوا ما تتوتروا. أكيد للأهل نفس الشيء، لا تخافوا لا تتوتروا، بإذن الله من الناجحين لكل الطلاب. هي مرحلة صعبة ولكن بشوية هدوء وتركيز بتتخطوها بإذن الله. موفقين وأكيد صباح الرزق والخير والصحة لكم مشاهدينا. خلونا نروح لغنية ونبلش صباحنا. تربية سورية عروس العرب الحلوة، والمجد بيعرف سوريا، قلعة أبطال ونخوة، أرض الحبايب سوريا ورجوع الغايب سوريا، أرض الحبايب سوريا ورجوع الغايب سوريا. يا رب احمينا وقوينا حتى نحميا. مزارع عجنود الفلاحين، عشبين الضو الطالع من عسكرنا بتشرين، مرسومة بالمزارع عجنود الفلاحين، عجبين الضو الطالع من عسكرنا بتشرين. أرض الحرية سوريا أحلى غنية سوريا، أرض الحرية سوريا أحلى غنية سوريا. يا رب احمينا وقوينا حتى نحميا. المجد ربيع سوريا عروس العرب الحلوة، والمجد بيعرف سوريا قلعة أبطال ونخوة. المجد ربيع سوريا عروس العرب الحلوة، والمجد بيعرف سوريا قلعة أبطال ونخوة. أرض الحبايب سوريا ورجوع الغايب سوريا، أرض الحبايب سوريا ورجوع الغايب سوريا. يا رب تحمينا وقوينا حتى نحميا. سلمى، في كتير مناطق طبيعية سياحية بسوريا جميلة جدا، يمكن نحن حتى أهل المنطقة لازم نقوم بزيارتها. زرتي شي مرة وادي القلعة؟ لا ما زرته، بس بسمع قديش هو حلو، ويمكن بشوف هيك بتابع صور على الانترنت فيديوهات، متمنية اني اروح اشوفه. انا كان لي الحظ وزرته مرتين، من اجمل المناطق الخلابة الطبيعية، في مناطق ساحرة بالطبيعة السورية فعليا لازم يتم التسليط عليها بشكل كتير كبير للسياحة الداخلية. خلونا نتابع مع بعض نشوف وادي القلاع، المنطقة الطبيعية السياحية بسوريا، ونرجع نتابع رحلتنا الصباحية. بعيدا في حضن الوادي تخفو قرية وادي القلاع على مشارف السهول وبين الينابيع العذبة والشلالات الساحلية النادرة الدافئة، وهي تفاخر بطبيعة خلابة تجذب السياح وتشجع السياحة، وتعد إحدى مناطق الاستشفاء الطبيعية. سميت القرية بهذا الاسم نظراً لكونها تقع في واد عميق نسبياً، حيث تسمى الأراضي الزراعية المستصلحة في هذا الوادي اصطلاحاً بالقلع، لذلك سميت وادي القلع. وهي كقرية عمرها حوالي 500 عام تقريباً، أما كمنطقة مأهولة بالسكان فهي أقدم من ذلك بكثير، والدليل وجود قلعة المنيقة الذي يزيد عمرها على حوالي 1200 عام، وهي القلعة التي احتضنت الثوار خلال الاحتلال الفرنسي. هي قرية جبلية تابعة لمدينة جبلة في محافظة اللاذقية، وترتفع حوالي 700 متر عن سطح البحر. جمالها جمال الطبيعة، تبهر الأعين بسحرها وشلالاتها وينابيعها الطبيعية الباردة التي تنساب بين الصخور، وتشعرك بشعور خاص من هذه الينابيع، نبع استير ونبع العين البعيدة وغيرها. وعبر تناغم فريد في وادي القلع تتساقط المياه مكونة أروع وأبدع المشاهد على الإطلاق،
في شلالات لا مثيل لها عبر الجرف الصخري والممرات وسط الطبيعة الجميلة. يعني بعد هاي الرحلة القصيرة ما قلنا قلب يخلص التقرير على قد ما المناظر حلوة عن جد، وبتشهي الواحد من الصبح هيك يروح ويشرب فنجان قهوة للطبيعة. أكيد واللي قاعد بقلب ضيعة بيكون هيك الصباحي مروق، يعني مختلف وجميل عن جد. أكيد أكيد. خلينا نروح مشاهدينا ونرجع للتاريخ ونقلب بروزنامته ونتعرف على أبرز الأحداث اللي سجلت بمثل اليوم. تتولد أحداث جديدة وبتتسجل بروزنامة التاريخ وبتشكل ذكرى منسترجعها مع بداية كل صباح. واليوم باثنين حزيران خلونا نتعرف على أبرز هي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1800 ظهور لقاح الجدري بأمريكا الشمالية لأول مرة، وبعام 1875 ظهور الهاتف لأول مرة على يد المخترع ألكسندر غراهام بيل، وبعام 1896 غوليلمو ماركوني بيتسلم براءة اختراع المذياع، وبعام 2015 استقالة جوزيف بلاتر من رئاسة الفيفا بعد أيام من فوزه بولاية جديدة. هاليوم شهد ولادة العديد من الشخصيات يلي كان إلى بصمة مميزة. ففي عام 1857 كارل جيلروب شاعر دنماركي حاصل على جائزة نوبل بالأدب عام 1917. وأيضا شهد هاليوم على وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1993 الطاهر جعوت شاعر وروائي وصحفي جزائري. أما أولى محطاتنا الصباحية لليوم سلمى، مساحة طبية رح نحكي فيها عن الحساسية الصدرية وأمراض الصدر، خصوصا هلأ مع تقلب الفصول. شفنا الربيع وهلأ الصيف جاي قاسي، غبار فيه شوي، كتير من الناس يمكن هلأ نوعا ما عنده أعراض من الحساسية. لنحكي أكثر عن أمراض الحساسية الصدرية، كيف بيتم علاجها وكيف بناخذ الوقاية منها من تقلبات الجو. معنا الاختصاصية في الأمراض الصدرية نوار البرادعي. الدكتورة نوار يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، شكرا لكم. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. يعني بداية خلينا هيك سؤال دائما بيخطر ببال كثير من الناس، ليش في ناس عندها حساسية وناس لا؟ مين هن الناس اللي ممكن ينصابوا بالحساسية، على اختلاف قبل ما ندخل بتفاصيل اختلاف انواع هاي الحساسية؟ هلا الحساسية هي عبارة عن شيء التهابي بالجسم عم يصير كرد فعل مناعي، تمام؟ يعني شخص بيتحسس مثلا من غبار طلع، فبس يتعرض لهي المادة في بصير في رد فعل مناعي بالجسم. هلا عند بعض الأشخاص بيكون في عندهم رد الفعل المناعي مبالغ فيه، فبيؤدي لحدوث أعراض الحساسية اللي هي منعرفها. لذلك الأشخاص اللي عندهم فرط ارتكاز أو فرط فعالية بالمناعية بجسمهم هن اللي بصير في عندهم حساسية أكثر من غيرهم. طيب خلينا نحكي، يمكن هي متلازمة بتصيب الشخص مدى الحياة، ولا حسب إذا فينا نصنف هاي الحساسية الصدرية شو بتكون بيتم علاجها؟ يعني في ناس بنعتبرهم إنه الناس بيتحسسوا بشكل دائم، بيقول لك أنا لا، يعني هي دائما بتكون معي بشكل سنوي. في ناس لا، شو الفرق بيناتهم؟ كيف فينا نعرف مثلا في عندنا حدا بالعيلة عم نشك نوعا ما إنه عنده حساسية صدرية؟ هلا فينا كمان ناخذ مصطلح ثاني عن الحساسيه الصدريه، انه او الربو. يعني الحساسيه الصدريه او الربو هنا تقريبا
مثل بعضهم، بس الناس بتخاف من كلمه ربو شوي، فانتم لطفتوها شوي. هلا هي الحساسيه لها درجات، يعني ممكن تكون حساسيه جلديه، ممكن تكون عينيه، ممكن تكون تنفسيه، بتعمل لي اعراض شبيهه باعراض الربو القصبي. هلا هل هي خلال السنه، فتره السنه كلها، او خلال اشهر معينه بتتبع للشيء اللي بتحسس منه الشخص؟ فمثلا في اشخاص بيتحسسوا من العتق المنزلي، هذا دائما موجود بالبيت، فهي كل السنه حيكونوا عم يتحسسوا منه. او من شيء موجود بمكان عملهم مثلا، اللي بيتحسسوا من الابخره اللي موجوده بمكان العمل، او في ناس من الورق، يعني بيتحسسوا من العتق الموجود بالورق، عتق الورق، بيشتغلوا بمكتبه او بيشتغلوا ب فهدول كل فتره السنه بيكونوا عم يتحسسوا، خصوصي بمكان العمل، بس يكون في ويك اند هون بتبطل في عندهم مشكله تحسسيه. هلا اللي بيتحسسوا من غبار الطلع هون عندهم الحساسيه حكما حتكون موسميه فقط، مثلا بس بفصل الربيع. هلا كيف بشك بالشخص من خلال اعراضه؟ يعني بيقول الشخص انه انا بس في ابعطس، او مثلا بس بروح على شغلي دائما عم بتحسس، دائما بتضايق، بس ارجع على البيت برتاح. فنحن هذا الشيء، يعني تواتر الاعراض وتكررها هو اللي بشككنا انه هالشخص عنده مشكله تحسسيه، لازم ندور عليها، لازم يراجع طبيب لحتى ياخذ العلاج المناسب لها. طيب دكتوره، عاده بعض انواع الحساسيه العلاج تبعها بيكون علاج طويل الامد مثل ما بيقولوا، يعني في ناس مثلا بتفكر انه انا رح اخذ البخاخه او او هي خلص طيب ما عاد ارجع اتحسس مره ثانيه، وفي بعض الاشخاص بخافوا ياخذوا الادويه الحساسيه باعتبار بيقولوا انه فيها كورتيزون او نسبه من الكورتيزون اغلب الادويه، فبينزعجوا انه لها اثار. هل فعلا هي الاثار موجوده ولا لا؟ النسب قليله وهو لازم ياخذ هي الادويه؟ هلا بدايه نحن لازم نتصالح مع فكره اللي ربو حساسيه الصدر انه هو دائم، انه هو مرض واقع، يعني انا ما فيني اتخبى واهرب منه، لانه انا اذا ما عالجته بشكل صحيح فانا عندي هي الاعراض رح تزيد، رح تصير تجيني هجمات متكرره، وكل هجمه حتكون اشد من اللي قبلها. هو الربو بالبدايه بيكون مرض عكوس، يعني صح في عندي تشنج قصبي، لكن بس انا اخذ العلاج هو القصبه ممكن ترجع لوضعها الطبيعي، وتواتر الهجمات بخف عندي انا اذا اخذت العلاج بشكل صحيح، ممكن اعيش حياه طبيعيه، اقدر مارس عملي، احضر حفلات، العب رياضه، يعني اقدر مارس حياتي مثل اي شخص طبيعي اذا اخذت العلاج بشكل صحيح. لكن اذا انا هربت من هذا العلاج فانا للاسف ما راح اعيش حياه طبيعيه، بالعكس حتجيني هجمه اشد واللي بعدها حتكون اشد، وبالتالي ما عاد مرضي عكوس. البخاخات اقترحت كعلاج لانه هي فعلا هي يعني اختراع كثير مهم بحياه مريض الربو، بدل ما انه ياخذ حبوب الكورتيزون او حبوب اللي هي لها تاثيرات جهازيه على جسمه، انوجدت البخاخه لحتى يكون علاج موضعي موجه مباشره للقصبات، ما له تاثيرات جانبيه الا خفيفه جدا، يعني تاثيرات موضعيه ممكن تنحل انه المريض يتمضمض بعد ما ياخذ البخاخ، لكن هي ما لها مثل تاثيرات الكورتيزون الجهازي اللي ممكن تعمل مع الوقت اعراض سلبيه مثل الضغط او السكري او البدانه او تاخر نمو عند الطفل. اللي نحن عم نحكي عن الكورتيزون الجهازي، البخاخ حمانا من هي التاثيرات، لكن اذا الطفل او الشخص الكبير ما اخذ هذا البخاخ هو عرضه لانه يصير في عنده هجمات متكرره، وهو عرضه بالتالي لانه مضطر ياخذ الكورتيزون على شكل حبوب او ابر، فهو لما بيلتزم بالعلاج ما عاد ياخذ الحبوب او ابر الكورتيزون. طيب دكتوره، خلينا نحكي عن الاطفال، يعني باعمار مبكره كيف ممكن مثلا نكتشف انه عندهم حساسيه صدريه؟ لانه بنسمع كثير انه ربو اطفال، اول فينا نقول 5-6 سنوات بيكون عنده ربو، بس يكبر الطفل ممكن يرتاح منه ويخلص منه ويطير. هلا بسن الطفوله بالحقيقه الاعراض ممكن تتداخل مع بعضها، يعني ممكن بعد الانتهاكات التنفسيه صعبه شوي. صحيح. هلا تشخيص الربو بنبلش فيه من القصه السريريه، مثلا في عندنا قصه عائليه او ما عندنا، الطفل مثلا بيتعرض ل، يعني دائما بيكون في عنده اعراض سعال مثلا بعد ما يلعب، بعد الجريب بيقولوا لك انه بينزل على صدره وبتتصول عنده السعله لحتى تصيب، بيكون في عنده سيلان انفي مثلا، بيكون في عنده تحسس بعينه، يعني هي القصه موجهه جدا لانه الطفل قد يكون عنده ربو اطفال. هلا اختبار وظائف الرئه هو ايضا بيساهم بتشخيص الربو، لكن الاطفال باعمار صغيره يمكن ما يقدروا يعملوا هذا الاختبار. صحيح. ما يكونوا متعاونين لنساوي لهم هذا الاختبار، لذلك نحن بنتوجه من خلال القصه والفحص، بالفحص بيكون في عندي اعراض ايضا موجهه، بيكون في عندي سعال مثلا، ممكن يكون في عندي وزيز او تشنج بقصبات الصدر، الوزيز اللي هو مؤكد على انه في عندي تشنج. بس دائما الوزيز مسموع، بس هو مو دائما شرط يكون موجود. صحيح. ممكن يجيني الطفل فقط باعراض سعال تشتد بالليل،
أعراض متغيرة، يعني ممكن أثناء النهار ما في شيء بالليل بتزيد الأعراض، أو هو طبيعي مثلا قاعد ما عنده شيء بيقوم بيحرك وبيلعب بيضحك بصير في عنده سعال. هلا هي القصة هي بتوجهني للربو واللي بنسميه ربو أطفال. مصطلح ربو أطفال مو معناته أنه هو بس يكبر حيطيب من الربو بشكل نهائي، بنسبة عالية ممكن يطيب، قد النسبة ممكن تخف الأعراض أو تتراجع، لكن ممكن تنكس ترجع تجيني، يعني الهجمات ممكن تغيب 20 سنة ترجع تجيني هجمة. لذلك نحن بدنا نضل حاطين ببالنا انه في عنده ارضية تأتبية، في عندنا مشكلة تحسسية ممكن تكون دائمة، وغالبا هي بتكون دائمة. تمام، لهيك نحن بنضل اخذين احتياطاتنا، المفروض يضل عم يراجع طبيبه بشكل متواتر كل 3 شهور كل 4 شهور لحتى نشيك عليه. في عندنا شيء بالربو اسمه ستيب اب ستيب داون، يعني نحن حطينا خطة علاج للمريض، بيراجع طبيبه بعد 3 شهور اللي هي عبارة عن بخاخات أو مثلا أدوية حساسية حبوب حساسية، بيراجع طبيبه بعد 3 شهور لقينا ما عنده هجمات الأعراض كتير مرتاح الطفل، فنحن بنعمل ستيب داون، يعني بننزل خطوة لتحت بالعلاج، بنخفف من علاج الطفل، وبالتالي نحن بهامش أمان مع المريض. بنرجع بنقول له انه خليني ارجع اشوفك بعد 3 شهور 4 شهور، او انه شو بيصير معك حاكيني، يعني لازم يكون دائما في خطه متابعه بين المريض والطبيب. نعم. كمان دكتوره خلينا نحكي اليوم الربو يمكن بيكون سهل تشخيصه واضح بالنسبه من الاطفال او غيره، ولكن عند الكبار وخصوصا الاشخاص اللي بيكونوا مدخنين بيصير عندهم انواع من الامراض بتتشابه باعراضها باعراض الربو، وايضا مع المواسم كمان بيصير عندهم نوع من الحساسية والهيجان مثل السي او بي دي وغيرها من المتلازمات اللي هي بتضل العمر كله بعد ما ينصاب الشخص فيها طبعا، واللي يمكن المسبب الرئيسي إلى التدخين. هدول الأشخاص كمان بيصير عندهم أزمات مشابهة، بعض الناس بيوصفوا لهم أدوية حساسية ويمكن هي ما يكون بحاجة هذا الدواء. خلينا نحكي عن هذا الغلط لو سمحت. كمان هون يعني القصة السريرية كتير مهمة عندي، يعني أنا بس يجيني شخص صار عنده أعراض سعال وضيق تنفسه وبعمر كبير وهو مدخن صار له سنوات، أو بمدخن سلبي أو إيجابي، يعني في مثلا ستات بيقولوا نحن ما مندخن ولا منأرجل بس زوجة لكن أزواجهم أو مدخنين، أو مثلا تشتغل بالحطب بيدفوا على الحطب، يعني هي كلياتها اسمها تعرض. فلما بيكون الشخص صار له سنوات عم يتعرض لهي الأبخرة أو للدخان أو للأرجلة، فهون احنا بنفوت بتشخيص اخر اسمه سي او بي دي مثل ما حضرتك ذكرتي. الاعراض ممكن تكون متشابهه، لكن مثلا وظائف رئه عند مرضى السي او بي دي هي غير عكوسيه، يعني نحن بس نعطي المريض موسع قصبي ما حترجع لوضعها الطبيعي عكس مريض الربو بالمراحل المبكره. العلاج بيختلف، يعني هي البخاخه ما انا واحده عند مريض الربو ومريض السي او بي دي. مريض السي او بي دي بيعتمد على الموسعات القصبيه اكثر، مريض الربو معتمد على الكورتيزونات الانشاقيه اكثر، لذلك اليه العلاج بتختلف هون. انا ما عندي علاج ثابت عند المرضى. ادويه الحساسيه عند مريض السي او بي دي ما حتفيده مثل ما حضرتك ذكرتي، بينما مريض الربو حتفيده. بس بدي انوه لنقطه انه اذا اجاني شخص بعمر كبير وهو ما انه مدخن ممكن يتشخص له ربو، لانه صار في عندنا انماط من الربو بنسميه الربو الكهلي مثلا بيجي للشخص هو طبعا ممكن يجي باعمار كبيره. طيب بما انه ذكرتي في انواع او انماط من الربو خلينا نحكي عنها ونصنفها، شو هي انماط الربو؟ قديش يمكن فينا نقول الوراثه بتلعب عامل كثير كبير بانه ممكن الشخص يكون عنده ربو؟ هلا يعني نحن حنصنف محرضات الربو او اسباب الربو لبندين، احنا اسباب بيئيه واسباب جينيه. هلا الاسباب البيئيه مثلا مثل انه العمل، مكان العمل اللي بيشتغل فيه الشخص فيه ابخره، فيه مواد مثلا معامل الاسمنت، في عندنا هون الاغبره تبع الاسمنت هي اللي بتحرض لي هجمات الربو، فهون بنسميه ربو مهني. تمام. مثلا في شيء اسمه ربو دوائي، يعني في عندي ادويه هي اللي حرضت لي نوب التشنج القصبي. في شيء في عندي قلص معدي مريئي، يعني ارتجاع بالمري بالحموضه تبع المري، هي كمان هون ممكن تسبب لي نوب ربو. فهون انا العلاج بيكون موجه حسب السبب او حسب المسبب، يعني انا مريض اللي عنده ارتجاع اذا ما اعطيته مضادات حموضه هون ما بيستفيد مريضي على ولا اي بخاخ. طب الاطفال اللي عندهم قلص ممكن يتعرضوا بالمستقبل لربو؟ يعني طبعاً. في اطفال اول طبعاً. في اطفال مثلا عندهم اول سنه بيقول لك انه في عندهم نواب تشنج طبعا. اللي عندهم قلص اكيد، لهيك احنا لازم نعطيهم حتى لو تم معالجته ممكن يكون مهيئين. لا اذا معالج لا ما هلا في شيء اسمه ربو كهلي بيجي باعمار كبيره،
في شيء معتمد على الجينة، يعني أسبابه جينية ببلش من الطفولة عادة بأعمار مبكرة. منلاحظ أنه في عندنا كذا شخص بالعائلة في عندهم أعراض متشابهة أو أعراض بتوجهني لأنه ممكن يكون عنده ربو. مثلا بتلاقي شخص عنده تحسس بعيونه، شخص في عنده تحسس بجلده، شخص في عنده تحسس صدري. يعني مو شرط تكون نفس نمط الحساسية، لكن القصة العائلية كتير بتوجهني هون أنه أنا مريضي قد يكون ربو. طيب دكتورة، خلينا نحكي كمان بعض التفاصيل عن مثل ما بيقولوا المحاذير. يعني دائما يمكن بينصحوا الأطباء مرضى الحساسية الصدرية أنه ياخذوا بالهم بالفترات اللي هي فترات الموسمية. الكل بيصير عنده مشاكل إن كان بالبرد وإن كان بالصيف، خصوصا مع الغبار الأشخاص العاديين عم يتضايقوا، فكيف اللي عنده حساسية؟ خلينا نرجع هيك نذكر بعض المحاذير لازم يتبعوها، خصوصا هلأ كمان يمكن بعد فترة الكورونا الناس بالكورونا حسينا ارتحنا شوي من هاي الأمراض. صح. لأنه كتر استخدام الكمامة فالناس خف شوي نسبة استنشاقها للتلوث أو المحرضات. يعني أنا صرت أسمع من أشخاص أنه أنا هاي السنة خفت عندي الهجمة لأني كنت عم بلبس كمامة كتير. صحيح. وبالعكس يعني الأشخاص اللي ما التزموا أبداً فهن ما حسوا بأي فرق. يعني صح فعلا، يعني هجمات الربو كتير خفت بفترة الكورونا بسبب التزامهم مثل ما قلتي بالبخاخات، ممكن بسبب انه بعض الادوية اللي استخدمت بعلاج الكورونا بشكل عشوائي هي بطريقة او باخرى كانت تدخل بخطة علاج الربو. يعني مثل البخاخات اللي كانت تنعطى للسعال لعلاج السعال بالكورونا، بخاخات الكورتيزون الانشاقي، هي يعني في بعض الدراسات اثبتت انه قد تكون فعاله بحالات هي علاج للربو، قد تكون فعاله بحالات الكورونا. دواء الازيثروميسين هو بيدخل بخطه الربو لكن بالمراحل اللي كثير منيئس منها من مريض الربو، لانه هو له تاثير مضاد التهابي. ونحن مثل ما قلنا هو الربو فيه فعاليه التهابيه، لكن اكيد نحن ما بنقول لمرضى الربو انه اخذوا ازيثروميسين، اكيد طبعا. لا، هي بتتبع للطبيب اللي عم يعالج المريض. الكمامات مثل ما ذكرتي حضرتك يعني هي محرضات الربو، مثلا الانتانات الفيروسيه كانت كثير تحرض لهجمات ربو. الهواء البارد بالشتاء هو بحد ذاته، او مثلا هواء المكيف بحد ذاته هو محرض لهجمات الربو. الغبار الطلع، العدس المنزلي، الروائح هي كثير بتحرض لهجمات الربو. لذلك المريض اللي بيعرف حاله مثلا بيتحسس بهذا الوقت من السنه لازم يعرف انه غبار الطلع او الغبار بشكل عام او تغيرات فروقات الحراره هي اللي بتحرض له هجمه الربو. لذلك هو يبعد، يحاول قدر الامكان يبعد عن هي المحرضات، لانه اول خطه بعلاج الربو هي الوقايه. طيب خلينا نحكي معك دكتوره عن الجهاز التنفسي. يعني قلتي اهم شيء الوقايه، اليوم كثير من الصبايا والسيدات وربات البيوت عم يتابعونا، المواد التنظيفيه يعني قديش فعليا بتاثر على الجهاز التنفسي؟ كثير بنسمع انه لازم تلبسي كفوف وتحطي كمامه لما تنطفي، بس ما حدا بيلتزم بهي فينا نقول المعايير. مواد مثل الكلور، الفلاش، المواد التنظيفيه هي فعليا بتأزم يعني بتأزمه بشكل كثير كبير للجهاز التنفسي اليوم. صحيح، هي ابخره بالنهايه، يعني هي عم تطلق ابخره وهي الابخره عم تستنشقها ست البيت. هلا الجهاز التنفسي واحد بدءا من الانف للأصابات للأصابات العلويه يعني للرئه بشكل عام، لذلك الابخره عم تستنشق عن طريق الانف، ممكن تعمل لي التهاب انف تحسسي، ممكن تعمل لي هجمه ربو، ممكن تعمل هجمه تشنج قصبي. الوقايه كثير مهمه لانه انا يعني عم بلش بالاليه الالتهابيه من بدايتها. اذا انا لبست كمامه ما حتتحرض الاليه الالتهابيه عندي بالجهاز التنفسي، وبالتالي بكون عملت وقايه. تعرض لوقت طويل لفتره زمنيه طويله عدم الالتزام ممكن يهيئ للربو. هلا في ستات ممكن من اول ما يتعرضوا يصير في عندهم هجمه، وفي ستات على التعرض المتكرر ممكن يصير في عندهم، وفي ستات ممكن يصير عندهم مو ربو، ممكن يصير عندهم ببساطه شيء اسمه تليف رئه. في عندنا مرض اسمه يعني في عندنا شيء اسمه تغبرات رئه او تليف رئه، هي نتيجه التعرض للابخره بشكل متكرر. يعني نحن مو بس الربو اللي بنخاف منه، ايضا بنخاف من امراض اخرى. صحيح. طيب دكتوره، كمان حضرتك حكيتي انه بعض المحفزات اللي بالجو هي بتاثر مثل المكيف وغيره. في ناس بتقول لك انا ما بقعد بالمكيف بشغل مروحه، بس في دكاتره بيقولوا لا كمان المروحه تاثير سلبي لانه هي طريقة اللي يعني عم تحرك الجو، عم تحرك كل شيء، فكل شيء موجود غبار او هي استنشقها. عم تنتقل كمان. صح. خلينا نحكي عن هي التفاصيل، هي يمكن صغيرة بس ممكن تعمل فرق
على الممارسة اليومية مع هاي الأشخاص ويلاقوا شوية تحسن. نحن مثل ما بيقولوا هاي الأمراض المزمنة بنعالج الأعراض صح. لأنه هي بتضلها ثابتة بالنهاية. صحيح. هلأ يعني ما فيك يعني هي صح أنه هي المروحة والمكيف هن التعرض لهم بشكل مباشر مؤذي، لكن يعني ما فينا نقول لهم لا تشغلوا بهالشو ما فينا نقول لهم هي بس صعب الكهرباء يشغلوا المروحة ما فيهم ويشغلوها بقلب الغرفة يقعدوا بغرفة تانية بعدين يرجعوا يقعدوا فيها. صح. بس يكون تكييف مركزي كمان بيضل أحسن من أنه نسلط الهواء بارد بشكل مباشر على المريض، أو لأنه كمان تحريك الغبار مثلا يعني تحريك الغبار الموجود بالغرفة هو بحد ذاته حيستنشقه الشخص، أو أنه الهواء البارد إذا مسلط عليه بشكل مباشر حيستنشقه ويعمل له يعني كمان فروقات الحرارة. يعني مثلا الجو كتير مكيف وبارد بيطلع لبرا شو كمان هذا بحد ذاته بيحرض له هجمه الربو. طيب والاطفال خلينا نحكي عنهم شوي، يكون له هيك حصه صغيره بحديثنا. تعرض الاطفال كمان لمواد التنظيف بياثر اكيد يعني بيأثر. احيانا بتقول لك انه انا طلعته برات الغرفه ونظفته وكذا، بس بتحسي تشمي ريحه الكلور، بتحسي ريحه المنظفات، وبعدين بتحط الطفل قد ايه بتاثر على جهازه التنفسي. اليوم المشكله للكل اللي عم يتابعنا، حتى مثلا انه انا بارجل ما عم يرجل يعني خليه والله بالغرفه انه يقعد مثلا. احيانا بتفوتي بجدال ونقاش متعب مع الناس انه شو بده يصير، مع انه مثلا بتكون رئه الطفل نظيفه مثل الورده، يعني ليش لحتى بعمر صغير عرضها لهيك التفاصيل؟ اذا فينا نقول الارجيله بنفس المكان او نفس الغرفه مواد التنظيف. صح. كل هي العوامل حرام بتاثر على الطفل بشكل كبير. يعني مواد التنظيف معك حق فيها، بس اللي عم يتعرض له الاطفال بشكل يومي اللي هي الدخان او الارجيله، يعني للاسف في ناس عندها فكره انه اذا الطفل تعود على ريحه فما عاد يتاثر فيها. هو هذا الشيء خطا، يعني انا دائما عم اعرض رئه الطفل لسموم. التدخين السلبي هو من اسباب، او بيقول لك هي مره بالاسبوع شو يعني اذا تعرض مثلا ممكن الطفل يكون عنده مشكله تحسسيه وهالمره اللي بالاسبوع هي اللي حرضت له هجمه الربو. صحيح. فاكيد الوقايه كثير مهمه عند الاطفال، ما يكون في تدخين بالبيت، ما يكون في ارجيله بالبيت، ما يكون في استخدام مفرط للمنظفات او المعقمات. يعني الوقايه بتبلش من الطفوله عند مريض الربو. صحيح دكتوره. يعني اليوم هيك اخذنا شويه تفاصيل كثير، دخلنا بموضوع الحساسيه. هل في نوع من انواع الحساسيه ما حكينا عنه، او بتحبي انه نضيف عنه شيء معلومه قبل ما نختم فقرتنا؟ هلا في بند بالحساسيه اللي هو العلاج المناعي. نحن حكينا عن البخاخات وعن ادويه الحساسيه. هلا العلاج المناعي هو انا اعرف الشخص، يعني هو قد يفيد بالمراحل المبكره. اعرف الشخص بالضبط من شو بيتحسس عن طريق اختبارات التحسس، هي اختبارات جلديه. في عندنا نحن طيف واسع من المواد المحسسه مثل غبار الطلع، العدس المنزلي اللي هو كثير منتشر. مثلا من الصراصير، من فرو، ما حكينا عن التعرض للحيوانات، فرو الكلاب القطط القطط. كل الناس الريش بتقول لك الريش انا بخليه ريش العصافير اكيد. فنحن بنعمل هذا الاختبار لنعرف الشخص من شو بيتحسس. اذا طلع بيتحسس من ماده او من مادتين، في شيء اسمه علاج مناعي مكون من المستضدات الموجوده بهي الماده، هو علاج طويل صح، لكن قد يفيد بالمراحل المبكره وفي نسبه شفاء لا يستهان فيها بصراحه. اكيد الوقت معك خلص بسرعه، كان في كثير من الاستفسارات والتفاصيل مهم نضوي عليها معك. نتشكرك الاختصاصيه في الأمراض الصدرية دكتورة نوار البرادعي، شكرا كثير لك. شكرا لكم، وانتم دائما بتجوا بموضوع يعني بتطرحوا مواضيع كثير مهمة للعالم. شكرا لاستضافتكم ويسعد صباحكم. شكرا لك دكتورة ولكل المعلومات اللي اعطيتيها حتى للناس بطريقة مبسطة لحتى الكل يقدر يستفيد منها، شكرا كثير لك. يعطيكم العافية. اما هلا نور فصار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات على الساحة السياسية محليا عربيا وعالميا مع زميلتي شيرين مصطفى. صباح الخير شيرين. صباح الخير سلمى. صباح الخير نور. مشاهدينا موجز لي أهم الأنباء بعد هذا. أهلا بكم. استشهدت شابة فلسطينية بنيران جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب جنوبي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية بذريعة محاولتها طعن أحد الجنود. وأفادت مصادر محلية بأن الشابة أصيبت بالرصاص الحي في الجزء العلوي من الجسم ونقلت إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، وأعلن لاحقا استشهادها.
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في تصريح صحفي عن رفض بلاده الشديد للبيانات المتحدثين باسم وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية حول السفن اليونانية التي جرى احتجازها من قبل إيران في الخليج، معتبرا أن مثل هذه البيانات الأحادية وغير المبررة تحولت إلى عادة مستمرة لدى مصدرها. صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن الشركاء في مجلس التعاون الخليجي أعلنوا عن عدم مشاركتهم في العقوبات الغربية ضد روسيا، وجاءت تصريحات لافروف هذه في ختام الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد على أن روسيا لا تقف ضد الناتو أو الاتحاد الأوروبي، إلا أن على المجتمع الدولي أن يقف في صف تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي أجمع عليها أعضاؤها الدائمون. وقد أكد الشركاء في الخليج أنهم لن يشاركوا في العقوبات ضد روسيا. وفي خبرنا الأخير، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن الجيش الروسي دمر أكثر من 5000 مربط مدفعية ميدانية ومركبات عسكرية خاصة منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا. وقال اللواء في إجازة صحفية دمرت صواريخ جودة عالية الدقة 5 مراكز قيادة و29 نقطة تجمع أفراد ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية. وقصف الطيران العملياتي والتكتيكي 61 نقطة تجمع لأفراد ومعدات، وأسفرت العمليات عن القضاء على أكثر من 140 من العناصر القومية الأوكرانية المتطرفة. ختام الموجز، والآن نعود إليك سلمى. شكرا لك شيرين، وأكيد مشاهدينا بلشنا ورجعنا لصباحنا من أول وجديد. صباح الخير عن جديد لكل يلي انضملنا بمحطاتنا الصباحية. يعني نور، نحن كل ساعة لازم نرجع نصبح، لأنه ممكن كل ساعة تيجي الكهرباء. أكيد فهلا ممكن في ناس هلا إجت عندهم الكهرباء وعم يحضرونا. صباح الخير، ننقل لهم لكل اللي انضموا لنا يسعد صباحكم. خلينا ننتقل لمحطتنا التالية برحلتنا الصباحية، ومحطة مهمة بتهم كل الشباب والصبايا اللي عم يتابعونا اليوم. كيف بتسوق لنفسك، لمهاراتك، لإنتاجك؟ هو الهدف اليوم ترجم بطريقة مبتكرة ومميزة عبر معرض فني حمل عنوان الحياة ألوان، الذي أقامه المعهد التربية الفنية بمشاركة عدد من طلاب المعهد بهدف تدريب الشباب اليوم على كيفية التسويق لأنفسهم من خلال عمل الفني اليوم. أكيد نور، لنتعرف أكثر بشكل كيف كان تطبيق هذا الموضوع. يمكن نحن سابقا حكينا بكثير فقرات مع ضيفنا لليوم عن قديش مهم التدريب وقديه مهم ربط الشباب بسوق العمل. صحيح. اليوم معنا تجربة عملية طبعا مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور أكيد منير عباس، رئيس جمعية الموارد البشرية، وفرح خوري وهي طالبة مشاركة بالمعرض. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، يسعد صباحكم. خلينا نبلش من خلال البداية، استثمار الفن من خلال معرض الحياة ألوان. تمام. هي النقطة كتير مهمة اليوم، كتير اليوم بنشوف الشباب عندهم مواهب وأمكانيات وعم يدرسوا من كل قلبهم، بس فكرة اليوم للتسويق لفنك لإنتاجك هو هدف أساسي كل شاب أو صبية بيطمح ليوصل لإله اليوم. تمام. نحن طبعا يمكن عاملين عده حلقات ومقدمين جمعيه اداره الموارد البشريه، انه هي واحده من اهدافها بناء القدرات وتمكين الشباب لدخول سوق العمل. واحده من المهارات اللي نحن بنعلمها كثير وبندرب عليها شبابنا اليوم هو رياده الاعمال والتسويق للذات. صحيح. التسويق للذات هو اهم شيء. طبعا نحن باستضافه مديريه التربيه بمعهد يشع منصور اللي هو معهد التربيه الفنيه، ووجود الطلاب اللي هن عملوا المعرض هن طلاب هذا المعهد، فنحن جزء من مسؤوليتنا المجتمعيه ان نقوم بتدريب طلاب هدول المعهد انه يقدم حاله لسوق العمل. المعرض كان يصير سابقا، ولكن هالمره كان له نكهه خاصه، هو انه دربنا العارضين اللي هن الطلاب انهم كيف يقدموا حالهم للجمهور
وبنفس الوقت كيف يقدموا أعمالهم. فتحول الطالب من شخص عم يرسم مشروع تخرج أو لوحة كوظيفة إلى طالب هو عبارة عن صاحب مهنة، وهاللوحة هي بالنسبة له هي عبارة عن منتج. فحطيناه بموقف دائما للطالب بعدة تدريبات، وهو مارسها قدامنا قبل ما يفتح المعرض للببليك وتجي العالم كلها تحضره. ولأول مرة هذا المعرض يستمر لمدة أسبوع، ويأتي زوار من خارج المعرض وليسوا أساتذة وليس لهم علاقة بكادر المعرض الاعتيادي. فهذا الشيء عطى الطلاب دافع قوي، قدمهم بطريقة أنه حتى لحنا من بعد التدريب تفاجأت كثير قديش عطى نتائج. فكل واحد فيهم سوق نفسه وكأنه من زمان هو رائد عمل، هو شخص من زمان عم يبيع منتجاته، هو شخص عم بيقدم حاله بطريقة كثير مختلفة مع عدد الطالب النموذجي، وبالخاص أن طلاب سنة تانية سنة التخرج للمعهد، فهني هلأ على أبواب سوق العمل. صحيح. فكانوا بحاجة لهالموضوع. كثير مهم هذا الحكي دكتور منير، وسابقا حكينا كثير عن قديش ممكن الشخص يستفيد ببعض الدورات اللي بتكون بصلب عمله وممكن تفيده. بدي انتقل لك فرح، أول شيء أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله من الناجحين، ويكون هذا المشاركة بهذا المعرض مثل ما بيقولوا باب خير لسوق عمل. نحكي عن تجربتك، شو قدمتي ضمن المعرض وقديش فرقت معك يعني اليوم بعد ما خضعتي لهي التدريبات مثل ما بيقولوا قبل ما تدخلي على المعرض؟ هلا انا شاركت بلوحة بورتري كبيرة قياس 170 بعنوان لا للعنصرية. حبيت ضوي على هاي الفكرة باعتبار انه غير شوي عن باقي افكار اللوحات، وشي عبر عن شخصيتي، وكمان بتعبر عن الفن الحديث يلي بيتمحور على الالوان الجريئة. فانا حبيت هذا الموضوع. طبعا عملنا دورات باشراف الدكتور منير رئيس ادارة موارد التنمية البشرية، وكتير ساعدنا بصراحة وكتير مفيد، وعلمنا كيف نحن نقدم حالنا لسوق العمل كرواد عمل وبالطريقة الصحيحة لحتى نعرف نحن كيف نعرض لوحاتنا وكيف نجذب اهتمام المتلقي. طيب دكتور منير، حكيت خلال حديثك معرض الحياة ألوان سنويا يقام، بس المختلف اليوم أنه الطلاب خضعوا لتدريبات علمتوهم كيف يقدموا أعمالهم وكيف يقدموا نفسهم للجمهور. خلينا نحكي عن هاي التدريبات شو هي، لأنه يختلف أحيانا ممكن نفس الطلاب يخضعوا لنفس التدريب بس بتلاقي شخص مختلف اليوم بتقديم نفسه وتقديم أعماله. شو هاي التدريبات، على شو أساسا ركزتوا من خلال هاي التدريبات؟ طبعا. خلينا نحكي عن الشيء المختلف في هذا المعرض. عادة هذا المعرض بيصير بس للكادر الموجود داخل المعهد وزوار المعهد الاعتياديين اللي هن عبارة عن أساتذة ومعارفهم. أما هذا المعرض تميز أنه فتحت الأبواب لكل الجمهور الخارجي المهتم بالفن، فصاروا عم يشوفوا ناس غرباء. فهون وقت يجي ناس غرباء هن أشخاص أحيانا مهتمين ولكن ما عندهم أي فكرة عن اللوحة شو بتحوي معاني وأفكار. ما حدا بيعرف هاي الأفكار وراء رسم أي لوحة مثل ما حكيت الأنسة فرح غير صاحبها اللي راسمها. لحنا قلنا له بسؤال كتير بسيط، إذا سألك حدا من هدول الناس الزوار احكي لي عن هاللوحة وشو الفكرة وراها. فهو كان متلبكين الطلاب انه طب شو بدنا نحكي، احنا هي شغله استخدمنا الوان. طب قلت لك كيف بدك تعبري لهذا المتلقي عن الالوان؟ هذا ما بيعرف انه هاي الوان زيتي ولا الوان شيء، هذا بيعرف ساعات عمل تعب وبيعرف تماما شو الفكره وراء اللوحه وليش لازم يشتريها وهي لوحه متميزه. من خلال حديثك حيحب اللوحه وحيعيش الجو تبعها. فهذا الشيء اللي احنا خضعنا لهم اياه، يعني احنا طلعنا الافكار من جواتهم وخليناهم بسطور كثير منمقه وبسيطه ومريحه انه يحكوا فيها عن نفسهم بدون تلبك. فهن كان عندهم طبعا احنا اول مره قدموا حالهم كانوا متلبكين، وثاني مره لعاشر مره. الشيء الثاني اللي احنا ضفناه انه هذا المعرض جبنا عليه اخصائيين اللي هن عمداء كليات العماره والفنون بعده جامعات، وخليناهم يطلعوا هاللوحات لانه هدول الناس مشاركين باكثر عشرات المعارض. فاول ما اعطوهم ملحوظات للطلاب خلوا الطلاب نفسهم اللي هن راسمين هن يحملوا لوحاتهم ويعلقوها بالطريقه اللي بتجيب لفت نظر اكثر، من حيث الزاويه اللي فيها اضاءه، من حيث الزاويه اللي ممكن تطلع فيها الشمس، كيف تنعرض اللوحه، كيف بيطلع المتلقي اول ما يفوت على المعرض. فهي التجربه عاشوها الطلاب. يعني عاده في ناس بتعلق اللوحات وهن بيجوا بيحكوا عنها، لا هن عاشوها من لحظه اعداد المعرض للحظه تغطية الجدران للحظة كيفية العرض وتسليط الأضواء عليها للحظة استقبال الضيف من الباب. حتى هي البروتوكول استقبال الضيف، تشرف السيد الوزير التربية وتفاجأ يعني فيهم انه كلياتهم واثنى عليهم كثير وعطى ميزة لهذا المعرض انه ان شاء الله هلا عم يتم تدارس الموضوع انه هذا الطالب يقدر يبيع لوحته ويجني من وراها
حق المواد على الأقل بحيث أنه يستمر، وممكن كمان يدفع عائد للمعهد، يكون هو سند للمعهد اللي سنده وعلمه لمدة سنتين، بيساهم بالمواد مو لإله، يمكن للطلاب اللي بدهم يجوا بعده بحيث أنه يتوسع آفاقهم. بتعرفوا أنتوا أحيانا الموارد ممكن تكون محدودة، ولكن مع أنه الطالب يحس أنه لوحته صارت عم تجيب أرباح، فهذا الشيء بيعطيه حافز أنه يستمر بعمله، بيعطيه دافع لإله أنه أنا صرت رائد عمل، أنا ماني طالع أدور على أني يكون موظف أو مثلاً أستاذ اعتيادي داخل أي مدرسة من المدارس، لا، إحنا تحويل التفكير هذا من تفكير إنسان موظف لتفكير إنسان ريادي، هذا هو اللي عم نشتغل عليه، إنه إحنا نحس حالنا ما لنا عبء على سوق العمل، نحن نكون من ملاك سوق العمل، ونحن نكون أصحاب عمل ونشغل ناس معنا، ما نكون عبء على سوق العمل ونكون نحن عم ندور على وظائف اعتيادية. كمان هون بدي أسألك دكتور منير، يعني اليوم الفكرة بحد ذاتها هي مهمة للشخص يسقل خبراته وطريقة تعبيره، لأنه دايما كنا بنسمع إذا أنت كنت شخص كتير مبدع بس غير قادر أنك تعبر عن إبداعك فأنت خسرت 50% أول ما دخلت بأي مكان مهما كان اختصاصك. فكيف بالاختصاص الفني اللي هو صعب وبده تذوق وفيه آراء كتير بتختلف، يعني مو كل شخص بيشوف الشيء بنفس الطريقة، وهذا يمكن جاوبنا عليه فرح أكتر اليوم، هل رح يكون في خطوات أكتر؟ يعني أنا اليوم مو بس أنني عبروا عن نفسهم، كيف ممكن ينتقلوا بهذا الشيء لعمل؟ هي خطوة كتير مهمة. هلا احنا في شيء كثير عم نشتغل عليه هو رياده الاعمال الرقميه، يعني عم ندخل مواقع التواصل الاجتماعي بحيث تاخذ عنا الحمل الكبير اللي هو التسويق الرقمي لاي شخص. فلحنا هلا لوحاتهم قبل ما يبلش المعرض صورناها واعطيناها ارقام، وصرنا نعمل فيها مثل ما نسميه بالإعلام لحنا تيزرز، يعني ترقبوا شو بده يجي هلأ، حتشوفوا مين صاحب هاي اللوحات، فالناس كلها صارت متشوقة. تصوري أنت من خلال رفع هذا المعرض بأول ساعة أكثر من 18,000 مشاهدة بخلال أول ساعة لمعرض، يعني كان ممكن يقعد كان أشهر يقعد المعرض ما يجيب 600-700 مشاهدة. صحيح. الآن من أول ساعة كل الناس من قد ما صار في عندها أسلوب التعاطي الرقمي والتواصل الاجتماعي، فهذا الشيء انعكس عليهم، هذا كثير مهم كمان، هن صاروا يعرفوا تماما هلأ أنه هن عندهم مساحة أوسع بكثير من أيامنا نحن. المساحة تبعتهم هي فضاء الرقمي، يعني بلحظة واحدة وقت يكون عملك متميز حيجي ملايين المشاهدين قد لا يكونون محليين. صحيح. يعني ممكن تكون الناس عم تطلع عليك من عدة دول مختلفة وتقول أنه معقول هذا الفن عم يطلع فيه هذا الطالب، فهن هلا طلعوا على فضاء كثير كبير. هن هذا الشيء كمان اشتغلنا عليه، انه نحن لا ننسى ابدا لغه العصر اللي هي دائما مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا جزء صار كثير اساسي اللي نحن هلا عم ندرب عليه اللي هو التسويق الرقمي ورياده الاعمال الرقميه. خلينا نختم بالجمله الاخيره اللي حكيتها بالختام، من خلال التسويق الرقمي شو الجديد رح يكون القادم بالخطوات القادمة للشباب؟ وهيدا السؤال كمان لفرح، قديش مهم الاستمرار دعم لهدول الشباب ليقدروا فعليا يدخلوا بسوق العمل ويستمروا ويكونوا فعليا منتجين، لأنه عندهم طاقات ومواهب كاملة بتتفاجأ فيها اليوم. تمام. هلا الان سفرح انا طلعت منها جمله كثير حلوه بعد المعرض، انه قالت شكرا كثير دكتور، يمكن احنا لو ما عملنا هي الدورات التدريبيه ما كنا عرفنا تماما نعبر عن نفسنا، كنا نوقف صامتين امام اللوحه اللي هي لوحتنا ويكون عند الشخص المتلقي كلمات اكثر منها. بس هالمره فرح وزملائها هن اللي حكوا عن نفسهم تماما، لانه حطيناهم بجو المعرض، جو تجريبي. هذا الشيء كثير بحب لاحظ عليه واكد عليه، انه يجب ان يكون التدريب من بيئه العمل الحقيقيه. دائما الدورات الصفيه اللي هي بعيده عن واقع العمل ما بتعطيك هالنتيجه. هن عاشوا الجو، فتنا اشتغلنا بالمعرض تماما، وبنفس الوقت اجوا حكوا عن هي اللوحات. هالشيء طبعا هن مستمرين معنا، نحن يعني عرفانا بالجميل لوزاره التربيه انه استضافونا بموقع من مواقع مديريه التربيه دمشق، فنحن دائما عندنا المسؤوليه المجتمعيه لطلاب المعهد ولكل الطلاب، وغالبيه دوراتنا اللي عم بتصير هي مجانا وتطوعا، عم نعلم الاشخاص انه كيف يفوتوا على عالم رياده الاعمال وسوق العمل من قلب قوي، وليس من ناحيه انه هن ضعفاء مثل النوع اللي عم يعمل عمليه استجداء للوظيفه، لا، انا شخص وعندي امكانيات وقادر اثبت نفسي وحلاقي وظيفتي بالطريقه اللي انا بديها. تفضلي فرح. نحن بهي التدريب اللي نحن حصلنا عليه صار عنا فكرة كيف نحن بدنا نحكي عن لوحاتنا بطريقة صح. قبل نحن ما كان عنا فكرة أبدا إنه كيف بدنا نحكي، كيف بدنا نجذب اللي بده يشتري اللوحة مثلا، كيف بدنا نوصل فكرة اللوحة اللي نحن منعبرين عن شخصيتنا فيها. فبالتدريب المناسب نحن حصلنا على المعلومات اللي بتتمحور على
الشغل تبعنا واللي بتعطيه حقه وزياده اكيد التدريب. ايه يعني سمعت فرحه بتقول لا للعنصريه اللوحه تبعيتها، يعني هذا الشيء كمان ممكن انتم تدوروا على منافذ اخرى للاستفاده من مشاريع الطلاب، ما يكون فقط بس انه انا اذا حدا بده يشتري لوحه او حدا بده يقيم فني. اليوم الفنون التطبيقيه وفن الجرافيك وهي التفاصيل كلها بتدخل، صارت بالحملات الاعلاميه، بالحملات التوعويه، حتى بالمسلسلات، بالدراما، بكل شيء صار ممكن لوحه تعبر عن 1000 جملة و1000 كلمة تنقال. صحيح كلامك بمحله كثير. نحن هلا بأحد المشاريع اللي عم نعملها اللي هي لا للتحرش لا للعنف لا للتنمر كلياتهم، نحن طبعا نحن بنختار بعض اللوحات، وحتى هي طريقة تفسير اللوحة في شيء مثلا هي راسمته الأنسة فرح بس مو عارفة، قلت لها أنا كمتلقي عم شوف هون إنه في مراحل تطور، إنه من إنسان ما عم يعرف يطالب بحقوقه لإنسان ظهر بالألوان اللي هي راسمته الألوان الجريئة اللي حكيت عنه إلى إنسان قوي وقادر يعبر عن نفسه. قلت لها هي اللوحة بكل سهولة ممكن تتماشى مع حملة لا للتحرش أو لا للعنصرية أو لا للضعف أو لا للخضوع للآخر. أنا في شغلة كمان بدي وجه تحية كتير كبيرة في هون لكادر وزارة التربية، بدي وجه تحية لمديرة المعهد الأستاذة تغريد عثمان اللي سهرت 3 أيام ورا بعض عم تشتغل مع أساتذة المعهد. أساتذة المعهد العظماء الفنانين عنده اللوحات راقية جدا، عكسوا كل فنهم فهذا عرفانا بالجميل لألهم. وقفوا معنا عدة أيام، يعني مديرة المعهد كانت مثال نموذجي، أكيد نشكرهم كلهم. بتمنى من خلال منبركم إنه نوجه لهم هالتحية الكبيرة من طلاب من الأشخاص اللي استضافوهن، اللي احنا بنقول لهم هن جنود مجهولين، طلابهم هن رسائلهم لسوق العمل، هن اللي حيحكوا قديش تعبوا معهم، فكانوا رائعين المعهد. أكيد تحية لكل العاملين كانوا في المعرض ولكل كادر المعهد، يعطيهم ألف عافية. أكيد بالختام بدنا نتشكركم، أتمنى لكم أكيد يكون في خطوات هامة لفرح بالمستقبل ومشاريع مميزة مع حضرتك الدكتور منير. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. شكرا لكم لوجودكم. أما هلأ سلمى بننتقل لمادتنا التالية، لكل محافظة سورية طعم خاص ومميز من خلال مأكولاتها التراثية والشعبية. في دير الزور احتضنت فعالية المطبخ التراثي، نظمتها مديرية السياحة بالتعاون مع غرفة سياحة المنطقة الشرقية. ضمنت الفعالية كل الأصناف الشعبية والتراثية اللي كان إلى طعم خاص ووقع مميز على المائدة. خلونا نتابع التفاصيل مع مراسلنا في دير الزور بالتقرير التالي إبراهيم الضلي. حضر المطبخ الفراتي بمعظم أنواع المأكولات التي تشتهر بها محافظة دير الزور ريفا ومدينة ضمن فعاليات المطبخ التراثي الديري التي نظمتها مديرية السياحة في المحافظة بالتعاون مع غرفة سياحة المنطقة الشرقية في مجمع سومر السياحي. لإحياء الأكلات التراثية التي لا يزال البعض منها موجود والآخر قارب على الانقراض وعدم معرفة الجيل الجديد بهذه المأكولات. المشاركين عددهم 12 مشارك، طبعا كل مشارك له أكلة خاصة مختلفة عن الآخر تمثل هذا التراث. أنا مشاركة بالمسابقة، هاي الأكلة اسمها حبية بلحم بعظمه، مكونة من حب مقشور طبعا مع لحم بعظمه وسمنة وعصفر وشوي قرفة، وعندي الأكلة الثانية فشيق بشقيق متكونة من فشيق والشمد ديري الميبس نطبخه مع بعضه مع السمنة. هي البامية أكلة ديرية مشهورة أكثر شيء بالدير، هي تتكون من لحمة والبامية والبندورة، هي أكثر شهرة بالدير. الهبيض أكلة ديرية قديمة من أيام أجدادنا وآبائنا وأمهاتنا، تتضمن تمر ولحمة وبصل ومرقة تعرف توابلها. اسمها قرصة، ماكل أبانا وجدودنا عمرها أكثر من 200 سنة. هاي من الذرة البيضاء يجرشونها على الرحايا يدويها، أول يعملونها بالنار الجمر ونشويها بالفرن ونطلعها يردونها على اللبن ويأكلونها. الفعالية التي تقام لأول مرة في مدينة دير الزور تهدف للتعريف بالأكلات التراثية والحفاظ عليها كجزء من الموروث الشعبي للمحافظة. إبراهيم الضلي، الإخبارية السورية، دير الزور.
أما هلأ رح أروح لفقرة كتير مهمة لكل الصبايا ولكل السيدات اللي بيطمحوا بهذا الوقت أنه يكون عندهم شيء خاص فيهم، منتجات طبيعية ومفيدة، وأيضا سعرها كمنتج سعر كتير مقبول، وخصوصا هلأ نور عم نشوف يعني المنتجات إذا قلنا الأصلية إذا وجدت فهي عم تكون كتير مكلفة وممكن تكون أوقات مضرة بالصحة. صحيح. بينما المنتجات اللي حنحكي عليها هي لصبايا طلعوا طبعا من بين المركبات مثل ما بيقولوا والمواد الكيماوية ليدخلوا بالمواد الطبيعية ويستغلوا شهادتهم بكلية الصيدلة ويكونوا عندهم مشروع خاص فيهم. هاي نقطة كتير مهمة اليوم لازم نوقف عندها، المواد الطبيعية كيف فينا فعليا تكون كل المستحضرات إلى عناية بالبشرة، فينا نقول لكل صبية يمكن فينا نقول بشعرها برموشها ببشرة وجهها بس من مواد طبيعية، لأنه صار اليوم نوعا ما بتخافي إذا هذا أصلي ولا لا. صحيح. مغشوش، مو أي شيء بينحط على الوجه، والتكلفة اليوم عم تفرق لما تكون المواد طبيعية من المواد الموجودة ضمن البلد. لنحكي عن هذا المشروع، مشروع جاردينيا، معنا سارة السبع ولجين مخلوفي. سعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير للدكاترة الحلوين واللي عاملين منتجات كتير حلوة. خلينا نبلش اليوم، هذا السوق موجود، صار موجود كتير بقوة وصرنا عم نشوفه، ولكن لا للمختصين حقا بهذا الشيء. يعني اليوم أنتوا دكاترة صيادلة، فالتركيب الدوائي هو جزء كامل من دراستكم، يعني بنعرف المعامل تعتمد على الصيادلة ضمن التركيب الدوائي. نبلش، كيف اجت الفكرة؟ أول شغلي اجت الفكرة، الصيدلة بتعرفي شو إلى فرص مثل كيميائي طبيعي، فنحن حبينا نختص بالشيء الطبيعي طبعا لانه اقل ضرر من الكيميائي والاخص على البشره، فلازم كل وحده تعتني بشيء طبيعي وشيء يعطي جمال لبشرتها وشيء يجذبها. فحبينا انه انا ولجين نبلش بهالمشروع سوا. خلينا لجين نحكي عن مشروع جاردينيا. لما نقول مواد طبيعية، حتى لما نفوت على الصيدلية بتلاقينا نحن بننجذب للمواد الطبيعية أكثر من أي مادة. شو هي المواد الطبيعية الأساسية كلها من منتج البلد؟ كيف بلشتوا بهذا المشروع؟ ومثل ما قالت سلمى يمكن عم نشوف كتير مشاريع بتخص مواد طبيعية إلى علاقة بالعناية بالبشرة، بس مش فينا نقول متأكدين منها 100% أو مختصين هن اللي عم يقوموا فيها. هلا هو الفكرة إنه مثل ما حكت سارة إنه المواد الكيماوية هلأ يعني نحن بعصرنا هلأ كتير كثرت، وقد ما كان الواحد يعني عم يستخدم مواد كيماوية لقدام قد ما كانت منيحة إجباري بده يكون في إلها ضرر يعني. صحيح. بالنهاية أنت ما عم تعرفي يعني شو البعد، مدى البعد الإيجابي والسلبي للمادة عم تستخدميها، فطبعا يعني الطبيعة يعني نحن يعني كيف أصلا البشر بالأساس شو اسمه الطبيعة هي المصدر الأساسي، فأكيد ما رح تكون مضرة، فنحن حاولنا نتجه بأكثر شيء عن محل الزيوت الطبيعية اللي هي المناسبة للبشرة، بترطب البشرة، بتخفف من بعض الأعراض. يعني مثلا كثير في عالم بتعاني من حبشبة، في عالم بتعاني من هر مثلا من الشعر حتى رموش وحواجب، فنحن حبينا انه خلص اختصاصنا يكون بس طبيعي يعني نبعد عن كل شيء كيماوي. حلو. هلا نور يمكن ما بعرف قديش الكاميرا بتخدم انه هي تطلع وش الصبايا، فعلا هلا دائما بيقولوا الشخص لما بيعبر عن شيء بنفسه فبيظهر يعني الصبايا وش نقي وبشره حلوه، بيكون هن عاملين منتجات. اوقات بيكون سبب يعني صح. اوقات بيكون حاجه ملحه عند الصبيه انها تجرب، مثل هلا مثلا نحن ما لنا دارسين صيدله ولكن اوقات بنفتح النت بنقرا وصفات خليني اجرب بركي بتستفيد بشرتي على هذا الموضوع. فكيف بقى اذا انت صيدلانيه فبيكون الموضوع. خلينا نبلش اول المنتجات اللي بلشتوا فيها. اول منتجات، اول شيء عملنا سيروم للرموش والحواجب. هذا اهم شيء. اي وحده بتعرفي هلا رموشها. صحيح. والحواجب وهر وهيك، هاد ايوه هاد بغذي الرموش والحواجب، ها اول منتج. شو الزيوت؟ الزيوت زيت خروع، زيت جنين القمح، زيت اللوز المر. هلا نحن بنعرف انه زيت الخروع يمكن كان اكثر شيء مشهور بهذا الموضوع. طبعا وزيت اللوز المر وزيت الحشيش وزيت الجوجبة كلهم منيح، وفي فيتامين اي طبعا مدعم بفيتامين اي. هلا طبعا هو موجود بقطارة تماما مع الفرشاية الخاصة للتمشيط، يعني بتكفي البنت انها تحط نقطة على الفرشاية. كم مرة ممكن تستخدمه؟ كل يوم، يومي ولا اسبوعي ولا؟ كل يوم فيها قبل النوم، بس قبل النوم حسرة طبعا لانه زيت بتعرفي لانه على الشمس تتعرض الوحدة ما بيصير. طيب لجين خلينا نحكي، في مجموعة من المواد موجودة معنا كلها مواد طبيعية، اي
يعني فينا نقول المواد اللي اكثر هي طلب عند الصبايا والسيدات. هلا عم شوف مثلا في صابونه الجلاسيرين فينا صح هي البركه موجوده عند بتلاقي هلا يعني بشكل كثير كبير يعني بتلاقي كل متجه نحو هذا الصابون اليوم. هلا هي بحبه البركه نحن كل صوابيننا اللي عاملينهم عباره عن يعني زيوت طبيعيه مثلا خلاصه زيت حبه البركه بناخذها طبعا طريقه التصنيع بتتم بكامل التعقيم وكامل النظافه حسب بشرتك انت بقى يعني عندنا نحن عملنا مجموعه صوابين يعني فوق 12 نوع صابون كل نوع بيختلف للبشره مثلا حسب نوع بشرتك انت بتاخذي الدهنيه شو الدهنيه في عندك لك صابونه الحلبه جنبك لا هي ايوه هي بتنشف افرازات الوش وبتشد البشره بشكل مو طبيعي. حبه البركه كثير منيحه لترطيب البشره وكمان بنفس الوقت بتخفف من حب الشباب. هي الحلبه هي الورد هي الورد هي اكثر شيء بنبيع نحن الورد طبعا الصبايا كلهم بيعرفوا انه هي مفيده جدا للبشره بتعطي بشكل طيب خليني احكي اليوم كمان هي من الشغلات الكثير مهمه. كل الصبايا مع اختلاف اعمارهم بيعانوا من التشققات ممكن بيكون بالاقدام احيانا بيحبوا يعملوا مثل تنظيف للبشره بيخافوا. هلا صار في كثير انواع من التنظيف مواد كيماويه عم تنحصر عم يستخدم الليزر والاشعه بتنظيف البشره ما بنعرف قديش هذا الشيء ممكن يكون له مثل ما قلتي لوجين تاثير ايجابي لفتره بس بعدين سلبي جدا. ليك خلينا نحكي عن هدول انواع السكراب. اول شيء هاد سكراب للقدمين بزيت الورد وفي الملح الصخري كل وحده هلا والاخص انه جايين على صيف وملح صخري يعني هي فيها تعمليها بالبيت ايه طبعا فيك تعمليها بالبيت فيها ورد طبيعي وزيت الورد وملح صخري وهي وهي سكراب للشفايف بزيوت وفيتامين اي طبعا وبريحه الكاندي هدول شو فينا نقول البخاخات الموجودين في هون هدول تونرات للوش مثل فينا نقول تونر هو بيساعد على ترطيب البشره فنحن استغلينا هي الفرصه وعملنا كذا نوع مثلا اللي بايدك هذا الاخضر بالالوفيرا ومع ورد والالوفيرا دائما بنقول بتلاقي كل انه لازم يكون موجود بكل المواد الطبيعيه وقديش مفيده كثير كثير بيغذي البشره بشكل والموف هذا بالكولاجين كمان كلنا بنعرف كولاجين قديش مفيد للبشره هذا الكولاجين كولاجين او مدعم بالفيتامينات طبعا بس الكولاجين هو اساسا بروتين موجود بالبشره فكتير مهم انه الواحد بعد عمر ال 25 يبلش ينتبه على لانه ببلش يقل الكولاجين بالوش وهذا هذا مثبت مكياج كل وحده والاخص نحن جينا على فصل الصيف شفتوا هالشوب ودرجات الحراره الكثير مرتفعه فكل وحده لازم يكون عندها مثبت مكياج مو بس هيك انه كله من مواد طبيعيه وفيتامينات هلا هذا ما بياثر على البشره مستحيل تمام طيب هدول في على مصير حبيت هالمصير بخي لانه بس الواحد يطلع على الشوب ببلش طبعا بلش يسيح المكياج هيدا شو اذا كمان في عليه اوليفيرا هذا شو جلاس للشفايف ملمع بالاوليفيرا هلا هذا مش نحن عملناه بالاوليفيرا لانه كل الجلوس كيميائي فنحن حبينا نعمل ايوه مسك طهر وهذا مقوي الاظافر مقوي بس مواد طبيعيه ما في مواد شو بيكون في زيوت ولا شو طبعا في زبده الشيا وفي زيوت مثل جنين القمح مثل الجوجبه هلا انا ملاحظه وانتم عم تحكوا وحده بتطلع بالثانيه معناته هذا المنتج هي اللي عاملته انتم متقاسمين ولا بتشتغلوا كل المنتجات سوا كل شيء سوا احلى يعني بتحطوا خبره مع بعض شغلنا سوا يعني كل شيء سوا حلو وكمان خلف الكاميرات اهلكم قاعدين بدنا نقول لهم صباح الخير لوالدك يمكن معنا ووالدك واختي مسافر بدنا نقول لهم صباح الخير ويعطيكم العافيه اكيد هن الدعم كانوا كثير كبير خلينا نحكي اليوم اي مشروع صغير حتى لو كان حتى هي المواد الطبيعيه بدها راس مال بالبدايه وانتم تخرجتوا وبلشتوا بهذا المشروع نحكي كيف بلشتوا فيه اجت اول شغلي صدفي يعني كنا قاعدين انا ولجين نحن صرنا 5 سنين رفقات فحبينا فيه يعني ضل شيء يربطنا فهو الشغل هو الشيء الوحيد اللي بيربطنا يعني غير الرفقات وهيك بس بحس الشغل وين ما رحنا وهيك فاجت شغله الشغل صدفه يعني ففورا ثاني يوم نزلنا نشتري الغراض بلشتوا فبلشتوا المشروع طب رد الفعل الناس كثير مهم لما تبلشوا بالمشروع من اول مره وبتبلشوا يمكن تسوقوا له وتبلشوا تجربوه يمكن على اللي حواليكم اهلكم رفقاتكم كيف كانت رده الفعل بالبدايه على هذا المشروع وعلى المواد يعني قديش كان في صدى جميل عليها
هو بداية طبعا يعني أي شيء قبل ما ينزل نحن أي شيء معروض بيتجرب، مو بس علينا على أهلنا كمان، لأنه إجباري أنت بدك لحتى تاخذي يعني نتيجة مثالية لازم صحيح. يكون متجرب مو بس على شخص واحد ونوع بشرة واحدة، يعني على كذا نوع. فنحن ما بننزل شيء قبل ما نكون متأكدين 100% منه. وأي شيء مثلا بنعمله ما بيزبط أكيد بنرجع بنضل نعدل فيه لحتى يكون 100%. وأول ما نزلنا نحن كنا عنا مجموعة الصوابين بس، يعني بعدين شوي شوي تقدمنا بالهي، والحمد لله لحد الآن ما حدا اشتكى من منتجاتنا. الحمد لله. كمان خطوة التقديم، طريقة التقديم كمان هي اليوم عنصر كتير مهم. عم نشوف المشاريع بيختلفوا، يمكن بنسمع كتير ناس عاملين هاي الصابونة ممكن ما يبين معي غير على الاستخدام إذا في فرق بين منتج أو منتج صح. حتى لو مواد طبيعية، ولكن طريقة التقديم هي إلى دراسة لحالة. يعني اختيار الاسم جاردينيا، ليش اخترتوا جاردينيا، الألوان المستخدمينها، هذا كله إذا فينا نحكي عنه. أول شيء جاردينيا إحنا ولا صفحة مسميه شيء يعني هيك بخص وردي أو شيء، فإحنا حبينا إنه شيء يكون مختلف عن أجمل الزهور الجاردينيا صح، وريحتها كتير طيبة. فإحنا حبينا نكون إنه مشروعنا يكون مميز بكل شيء، فحبينا يكون اسم المشروع اسم وردي. طيب خلينا لجينا نحكي، بيظل يمكن كتير من المشاريع اليوم الشبابية التسويق للمنتج كتير مهم للناس تعرف المنتج وتتعامل معه وتطلبه. اليوم يمكن مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا فتحت صح. المجال، قديش كانت عامل نوعا ما ساعدكم اليوم؟ لأنه عم نشوف كتير من الصبايا بيتخرجوا بيعملوا مشاريع ومثل ما قلنا بده شغل ورأس مال، حتى التسويق عبر السوشيال ميديا ما بيحتاج لأنه يكون عندك محل وتكلفة مادية، بيكون الموضوع أخف عليكم شوي. لا إجباري أي شيء فيه صعوبات في البداية. أنت نحن وقت عملنا الصفحة وين نحن ما كنا متخيلين نوصل بفترة قصيرة يعني لهالكم من النجاح، يعني الحمد لله. بس نحن كثير يعني عانينا بالبداية، لأنه أنت بتعرف يعني بالذات على السوشيال ميديا عالم ممكن يعجب الشيء اللي أنت عم تقدميه، عالم ما تعجبش الشيء عم تقدميه. نحن بالذات في ناس تتردد وتخاف كثير، صار في من يعني هاند ميد كوزمتكس كثير صار في. فأنت دائما لازم تختاري الشيء المميز يعني لحتى تقدمي يعني الشغلات. مثلا بتشوفي باقي الصفحات شو اللي مو عاملينه، كيف طريقه التسويق. لا التسويق الالكتروني يعني هو الوحيد اللي ناجح اصلا، ما يعني ما عاد انتوا على الموقع تبعكم ذاكرين انه انتوا صيادله. هي النقطه كثير مهمه، انا كمستخدم هلا رح لكم اياها. اليوم انا لما بشوف كثير انواع من المنتجات، لما بشوف حدا طبيب او اخصائي او صيدلاني، فانا بكون متشجع اكثر اني اجيب من عنده المواد، لاني بعرف انه في خبرة أكثر بالمواد واستخداماتها ومضارها صح. عن شخص فقط أخذ الموضوع أنه مشروع فقط. هاي فبتمنى لكم كل التوفيق. شكراً. والناس كمان تكون تعرفت على مشروعكم وتدور عليكم على المنصات وتفوت. شكراً كثير لك. أكيد نتشكركم سارة السبع والوجين مخلوف، نتمنى لكم التوفيق بمشروعكم جاردينيا وتموا رفقات هيك وتحتفلوا مع بعض سنوياً بنجاح هذا المشروع. شكراً كثير لكم. شكراً كثير لك نور. نحن مستمرين بالحديث عن الطبيعة والفوائد اللي ممكن الشخص ياخذها من أي شيء طبيعي، وهلأ نحن في فترة الصيف بعض الفواكه الخاصة أو الخضروات اللي بتطلع في فترة الصيف كيف ممكن نستفيد منها؟ خلينا نتعرف بالتقرير التالي. فصل الصيف هو أكثر فصول العام تميز على الرغم من حرارته المرتفعة، لذلك يتميز بأنواع معينة من الفاكهة التي تعوض ما يفقده الجسم من سوائل خلال فترة النهار، وأيضاً الغنية بالعديد من المعادن والفيتامينات التي تزيد من مناعة الجسم. فما هي الفاكهة الصيفية وما أبرز فوائدها؟ المشمش أحد الفواكه الصيفية التي تظهر لمدة لا تتجاوز الشهر، وهو مصدر هام للفيتامينات وخاصة ألف وباء، وهما يمتلكان القدرة على تعويض نصف حاجة الجسم من الفيتامينات. الكرز وهو أحد أكثر الفواكه الصحية المناسبة لمرضى السكري، نظراً لأنه يحتوي على 6% فقط من السكر، ويحتوي على نسبة كبيرة من المعادن والأملاح والفيتامينات كالفيتامين B12. التين وهو واحد من الفواكه التي تمد الجسم بالطاقة، فهو يحتوي على نسبة عالية من السكر، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه، من بينها الحديد، الفوسفور، المنغنيز والبوتاسيوم. البطيخ وهو أحد أهم الفاكهة الصيفية التي يحتوي على نسبة كبيرة
من المياه، الألياف، الأملاح والبوتاسيوم، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفيتامين A و B. لذلك فهو يمتلك القدرة على إرواء العطش، وهو يعمل أيضاً على مساعدة الدماغ في أداء وظائفه بسبب غناه بالفيتامين B. مع بداية فصل الصيف سلمى، بتصدر فينا نقول العصائر الملونة والأطعمة اللي فيها ملونات، بتلاقي عامل جذب كتير للأطفال اليوم هي الملونات والعصائر. وما فينا إلا ما يمكن يعني ما فيك تحرمي الطفل لو فعليا صحيح. شوي تجنبي عنا، بس كيف فينا فعليا نتجنب الآثار السلبية من العصائر الملونة، من هي الأطعمة الملونة؟ شو الآثار السلبية لإلها، أو شو البديل الصحي كمان فينا نحكي عنه أكثر مع الكيميائية براءة حداد؟ يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك ست براءة. خلينا نبلش مع حضرتك اليوم. الغذاء الصحي والمتوازن هو جزء كتير مهم للأطفال وخصوصا بفصل الصيف، كيف ممكن نبلش نهتم بهذا الجانب؟ يعني نبلش من هلأ نأسس. صحيح. صباح النشاط والحيوية مع قدوم فصل الصيف. يمكن بيبقى الهاجس الكبير عند الأهالي إنه وقت يجي الصيف نحن شلون بدنا نعبي أوقات الطفل. منصير منهتم ومنركز على موضوع التسلية أكثر من موضوع الغذاء. صحيح. أهم شيء بفصل الصيف نحن بموضوع الغذاء الصحي والمتوازن، شوفي معظم الستات بتقلك خلي الطفل ينام على راحته، اوكي يعني نام مثلا لبعد الساعة 10 لبعد الساعة 11 وضحى بنومته، لا تنسي له وجبة الفطور. أنا معظم أطفالنا بالصيف بتصير بتنساها، وأول ما بيصحوا بيروحوا على الأكل أي شيء نقريش وبعدين بتغدوا. تماما 100%. اليوم إذا بدي بلش من هون خليني أحكي إنه أنا بدي وجه للسيدات إنه تضلكم مركزين على وجبة الإفطار مثل ما كان أيام المدرسة. إذا أنا مسكت هاي النقطة بصراحة يعني باقي الخطوات الثانية كتير بتسهل. وجبة الإفطار أول شيء ببلش فيها ضلني محافظة على البيض والحليب ومشتقاته ألبان وأجبان، هي أول نقطة. نحن ما فيني أنسى أنه أو ما فينا نتغافل أنه البيضة كل يوم للطفل، البيضة المسلوقة هي عبارة عن البروتين الحيواني المتكامل، نسبة الكلس، الفوسفور، الأوميجا 3 اللي بتقوي السيالة العصبية عدا عن الفيتامينات بي كومبلكس واهم بي 12 البيوتين. الحليب وجبه متكامله طبعا. اذا بقول لك انا اذا الطفل بيشرب كاسه حليب وبيضه لا تعطوه شيء ثاني لانه هي الوجبه الغذائيه المتكامله. الحليب هو عباره عن 86% مي، ال 14% هي عباره عن فيتامينات وكلس. على فكره الحليب غذاء متكامل فيه كل شيء ما عدا عنصر الحديد. الحديد عنصر صحيح. الحديد هلا في طفل بيكمله بياخده من وجبه اللحوم او وجبه الخضار اللي لونه داكن. فيني كمان هلا بفصل الصيف انا نوع ما بين الخضار والفواكه، ونحن ما شاء الله ببلد زراعي يعني لدينا ما نتغنى من الخضار والفواكه. اذا انا ضليتني مركزه على وجبه الصباح هي اول نقطه انه بلشت بغذاء الصحي والمتوازن. ما ننسى شرب كمية المياه لأنه نحن بالصيف بنفقد كمية كبيرة من المي نتيجة التعرق ونتيجة ارتفاع درجات الحرارة. دائما منعود أطفالنا أنه يشرب مي، ما عودوا أنه يشرب عصير طبيعي نقول يلا هذا عصير طبيعي وهي مشروبات غازية. هذا الشيء خاطئ. في فرق كتير كبير ما بين أني أعطي أنا مي وأني أعطي عصير أو أي مادة تانية من السوائل. هاي بعدين نجي على فترة الغداء، الوجبة الرئيسية لأي طفل. بالعشاء نحاول قدر الإمكان ما خليه مدمن على هاي الأنواع من التسالي، لا، في دائما وجبة خفيفة للعشاء للأطفال خليه يكون مبسوط فيها ومستمتع ويكون محافظ على نشاطه الدائم. هل هذا الموضوع نوعا ما يعني سهل وصعب بنفس الوقت إذا الأم كيفية تتحكم، خصوصا لما يشوف الطفل أنه الأب والأم عندهم هي التسالي وعم يتسلوا فيها وعم يقدروا ياكل شيبس وبطاطا وهي التفاصيل وهو ما ممنوع عنها؟ خلينا نحكي عن بعض البدائل. يعني الطفل ما فيكي اليوم تحرمي الطفل مثلا ياخذ شيبس او ياخذ كيك او بده بوظه هلا بلش فصل الصيف، بس خلينا نحكي عن بدائل صحيه انه انا فيني اعمل بعض هي البدائل يمكن بالبيت وغش شوي بالنكهه لاقدر نوعا ما اعوض الطفل اليوم. تماما. شوفي معظم خبراء التغذيه او الناس اللي بيشتغلوا بالمجال الصحي للاطفال، كان اكثر مجال الطب النفسي حتى فينا نسميه،
كانوا دائما ينحكى اول كلمه الطفل بيقلد اهله، بيشوف حركاتهم ما بيقلد يلي بيقولوه. دائما الفعل هو سيد الموقف بالنسبه للاطفال. لما الام بتكون قدام ابنها ما بتاكل من السوق، كوني على ثقه انه الطفل ما راح ياكل من السوق. صح. البيئه السليمه هي اللي بدها تنشا طفل عنده هذا الغذاء الصحي ويكون مكترس على هي القصه. لما هلا انا بفصل الصيف ببلش دخل جميع انواع الخضار والفواكه، وضلني عم اقول للولد انه قديش هي مهمه وضروريه وطيبه ولذيذه، كوني على ثقه انه الطفل راح ياخذها. اليوم حضرتك تنوعتي بين عده اغذيه، الشيبس اللي هو المقالي، البوظة يلي ما فيني امنع حالي نحن ككبار ولا كأطفال منها، لكن نحن في عنا شيء اسمه اعتدال. دائما بالغذاء ما في شيء ممنوع، بس في شيء اسمه معتدل. صحيح. ليش؟ لأنه كل ما يطرح في الأسواق العالمية والمحلية هي خاضعة لهيئة المواصفات القياسية وتساتير الغذاء، لكن كل مادة إلى نسبة محددة لحتى تدخل لجسمنا، إلى مقدار معين من المليغرامات أنه أنا ما بصير أتجاوزها. فالأطفال أول شيء أنا بدي انتبه أنه موضوع الشيبس هي النقرشات المقالي مع غلاء سعرها اليوم لسه الطفل بيطلبها. ليش؟ اللذة النقرشة اللي بتصير فيها، طبعا هي النقرشة محطوط لها كتير مواد لحتى نحافظ عليها بهذا الشكل. بتلاحظوا أنه الكيس شوي منفوخ، بيكونوا حاطين فيه نوع من الغازات لحتى تضلها محافظة على هذا الشكل. للأسف أول شيء بدي أحكي أنه بدي حاول أنا إذا بدي بلش بهذا الموضوع، في عندي بدائل كتير. أول شيء بدل الشيبس اللي بياكله أنا فيني أعمله بوشار بالبيت، بس أكيد مو كل يوم. حتى تمام؟ الشيبس يعني هلأ صار في بعض الأنواع الأشارات أو السكينة تماماً، اللي هي بترق البطاطا لدرجة أنه متى ما نحطت بالزيت بتطلع مقلية مثل الشيبس. بس هون في نقطة، في سيدات بتجيب من السوق اللي هي المنكهات تماماً. اللي بتنحط تماماً. هون بدي اسالك، هل هي المنكهات صحيحه الاستخدام او انا رجعت نفس الشيء كاني ما استفدت شيء؟ حتى مثلا في سيدات تعمل بوظه بالبيت. صحيح. يعني بتجيب الوان طبيعيه بتعطي اللون الالوان الزاهيه اللي بيحبوها الاطفال. تماماً. نحكي عن هي النقطه لو تمام. سمحتي. هلا المنكهات ولا الالوان هي عباره عن مركبات صناعيه نحن طلعنا فيها بشيء يعني بعلم الكيمياء، هي لحتى تغطي كل انواع الصناعات، فهي ليست مواد طبيعيه. الملونات نسبة منها، يعني في كم لون معروف هون عندنا بالبلد هو طبيعي، اما الباقي صناعي. اصلا الملونات الطبيعية غالية جدا، اما الملونات الصناعية لا، بالعكس هي بتجي ارخص لك. منشأ كيميائي بحت. اذا بدي اقول انه الشيبس بنضيف له كثير انواع من المنكهات، بس بدي احكي على موضوع الشيبس انه نحن عم نقليه بالزيوت النباتية. الزيوت النباتية هي عبارة عن زيوت مهدرجة بتسبب السمنة. نحن عندنا الاطفال صار عندها افراط فيها، لو كنت انا عاملتها بالبيت بس انا عم قليها بالزيوت النباتيه. نعم، شوف بديل يمكن شفناه كلياتنا على اليوتيوب على الميكروويف، يعني مش معرض رقائق ولا التمام. كمان الى يعني انه بعيدا عن الزيت، يعني بتحاولي تلاقي بديل بيطلع لك اثر سلبي. طب شو بدي يعني اليوم الميكروويف لحد الان عليه دراسات يعني تمام عليه دراسات، هي انه الاشعه تبعه قد ايه عم بتسبب مشاكل ومخاطر على الماده الغذائيه اللي بتكون موجوده بقلبه. الفكره نحن انه بالاعتدال، انا ما فيني كل يوم اعطي الطفل هي الشيبس ولا البوظه ولا غيرها. هلا البوظه اذا بدي احكي على البوظه، الكل بيعرف انه مثلا البوظه من ماده الحليب، اوكي هي ماده الحليب، لكن قد ايه نسبه الحليب فيها؟ البوظه بحب خبركم منضاف لها كثير من الانواع الزيوت النباتيه او الدسم النباتي بنسميه، او بتسمى الشورتنج، زيوت النخيل واصنافها. النقطه الثانيه، نحن بنضيف لها كثير مواد رافعه للاستحلاب بالاضافه للمنكهات والالوان. يعني انا البوظه ما خليت عندي، ليه؟ لانه نحن لنحصل على هذا القوام بده يضيف له كثير من املاح الاستحلاب ومواد بتمسكه وبترفع اللزوجه. طب اذا عملتها بالبيت يكون هذا الشكل تماما. هلا لما بدي اعمله بالبيت، اذا انا جايبته من حليب خام هذا نظامي 100%، انا ممتاز. في ناس بتحط الحليب يمكن بيحطوا معه شويه عسل وبيحطوه بالفريزر وبس، وبيضيفوا له قطعه من الفواكه انه على اساس انه هي الفواكه المجففه، ممتاز. بس كمان انه مش كل يوم، البوظه بتسبب الام بالحلق، بتسبب الام بالصدر، احيانا كثره التناول منها خاصه بفتره الظهيره بالحر بتعمل اسهال شديد للاطفال. اليوم في كثير اطفال بتلاقيها فتره الظهر بالمسابح او بدورات تعليميه او بنشاطات أمياك البوزة. تماما، مجرد ما طلع على الشوب بيقول لك انا بدي بورد، فبيمسك البوظه. هي مجرد ما هو مسك البوظه واكل، هون اللي بتعمل بتلاقي الم بالبلعوم والم بالصدر نتيجه انه انا صار تنبيه فجائي للاعصاب بهي البروده. النقطه الثانيه،
الم البلعوم انه بتلاقيه عم يسعل زياده وممكن لا سمح الله تسبب قريب، فانا سببت له مشاكل. ونحن بنحاول قدر الامكان ننصح الطفل اذا اكلته برا البيت ما تاكله بوقت الحر، لانه رح تسبب له ضرر ومشاكل عدا عن الصداع اللي بحس فيه نتيجه البروده المفاجئه، وبتلاقيها هيك صارت ملامسه لسقف الحنك، بتلاقي الطفل بيقول لك والله طلعت من راسي. هذا هو السبب، حراره جسمه بتكون مرتفعه 37 38، العرق نازل من الطفل، بلش ياكل شيء بارد درجه حرارته تحت الصفر. هي اول نقطه. النقطه الثانيه الخوف انه هو عم يمشي بالشمس وهو عم ياكلها انه تسبب له هذا الاسهال. هلا اذا اجينا للمعجنات او المخبوزات الجاهزه، المأكولات الجاهزة تماما، يعني اليوم مو بس الأكلات الطيبة اللي فيها مخاطر، المأكولات الجاهزة اليوم بتلاقي هي الرقم واحد والمطلوبة عند كل الأطفال. تماما. هلا الكيك بس بدي أحكي على نقطة، نحن للأسف كثير عم ينضف له مواد حافظة واللي هي عم بتسبب حساسية لدى الأطفال، دائما المادة الحافظة كمان بتعمل مشاكل مع الأنتيبيوتيك، يتأخر بعلاج الطفل، بيصير في تضاد بهذا الموضوع، لذلك دائما النصيحة إنه نحاول نبعد أطفالنا عن أي شيء فيه مواد حافظة فقط لهذا الموضوع. المأكولات الجاهزة حضرتك تفضلتي فيها هي عبارة عن اللحوم أو السنكات أو البطاطا المقلية، وهلأ في كتير أنواع تانية. أولاً نسبة البهارات اللي فيها عالية جداً، يا بتسبب مشاكل بالبلعوم أو في ناس كتير بتتحسس من المواد المنضافة لها، لأنه فيها كمان نسبة ملونات وشطة أو حد أو هيك شيء. عدا عن انه شوب ما بيقدر يتحملها وبيشرب من بعدها كثير مي، يعني لدرجه انه بيصير عنده افراط بهي القصه، بنخاف منها تعمل جفاف بالجسم. السناكات او اللحوم اذا كانت مقالي، انا عندي زيوت نباتيه مهدرجه رح تدخل على الجسم ورح تسبب نوع من السمنه، عدا عن المشاكل اللي بتسببها للاطفال او حتى الكبار، في ناس بتعمل لها مشاكل بتعمل خلل بتركيز الانسولين بالدم. ونحن اليوم للأسف أمراض العصر هي السمنة، للأسف في ناس ما بتقدر تسيطر على الأطفال بسبب أنه على قد ما بيأكلوا أكلات جاهزة بيصير عنده بدانة، بيلجأوا لطبيب مختص أو أطباء تانين. يعني أول شيء بدك صحة نفسية لحتى تقنع الطفل أنه يتراجع عن هذا الموضوع. البديل احمل أنا بشنتايتي الأكل أو حمل الطفل سندويشاته مثل أيام المدرسة. شو حلاوة المدرسة؟ الترتيب والتنظيم اللي بيكون فيها على عاتق الطفل وعلى عاتق الأسرة. نحن اليوم بس بدي أقول، أنا بدي أحكي بموضوع شوي كيميائي، نحن اليوم بثورة الغذاء العالمية والثورة الصناعية اللي موجودة وعصر السرعة اللي نحن فيه، أنتم ما بتتخيلوا أنه أنا كل يوم عندنا مضافات غذائية جديدة بتنضاف للأغذية، إن كانت للبطاطا لحتى تعطيها هي النقرشة أو تعطيها هي النفاشية اللي بتشوفوها، والنكهات هي كلها عبارة عن مواد صناعية يعني كيميائية، نسبة كتير قليلة منها هي بتكون طبيعية. النقطة الثانية، نحن ما بناخذ بعين الاعتبار الدسم النباتي يلي هي المسبب الأول لشيء اسمه الجلطات أو العصيدة الشريانية على اختلاف الشرائح العمرية. الملونات على اختلاف انواعها تتراكم بالجسم وبتسبب مع الايام، طبعا هي عباره عن مركبات الازوت نحن بنسميها او النتروزو، بتسبب تراكم بالجسم مع الاكسده الدائمه اللي بتصير عندنا بالجسم، للاسف تتحول لمركبات ثانيه لا سمح الله ما رح نحكي غير انه مع الوقت الطويل هي المسبب الاساسي لسرطانات الكولون وغيرها او سرطان المعده. على فكره من الامراض اللي رقم واحد بالعالم اللي هي شائعه سرطان الكولون، ان كان للمعظم الفئات العمريه ان كانوا رجال او نساء، وللاسف السيدات هو رقم واحد سرطان الثدي. فنحن خلينا نكون حريصين بخلق بيئه صحيه واعيه لاطفالنا من خلال نحن الغذاء يلي نحن بنفرجيهم اياه وكيف ياكلوا. اكيد، يعني بعد هذا الحكي المرعب والكيميائي لازم الكل ياخذ احتياطاته. يعني نصائح مهمه اليوم كانت مع ضيفتنا الاستاذه براء حداد الكيميائيه، بدي اتشكر وجودك معك وان شاء الله كل السيدات والامهات يستفيدوا من هاي النصائح. شكرا كثير لكم. شكرا لك، اكيد الوقت دائما معك بيخلص بسرعه بس دائما في معلومه مفيده معك، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم. لهون سلمى بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، نتمنى هالنهار يحمل الخير
وراحة البال والرزق والانفراج لكل الناس. ملتقانا بكرة بنفس التوقيت من هلأ لبكرة، تبقوا بألف خير ونهارك سعيد سلمى. نهارك سعيد نور، وإن شاء الله يكونوا قربوا يخلصوا الفحوصات تقريبا يمكن على 11 بيخلصوا نور على 11 نتمنى لهم أكيد التوفيق، ترجع الاتصالات وبنشوف النتائج إن شاء الله. بيكون بالتوفيق لطبعا طلاب البكالوريا ولكل يلي عندهم امتحانات هلأ فترة التحضيرات، شدوا حالكم الجو شوي صعب، الله يكون بعون الأهل والله يكون بعون أيضا الطلاب اللي عم يدرسوا بهي الظروف، واقع الكهرباء وانقطاع وأيضا الشوب اللي موجود. موفقين يا رب وتضلوا بألف خير، وأكيد بكرة مع مواضيع وضيوف جديدة. باي 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 باي.